اخلي فرقه ثلاثه. انا ادخل انام احسن. روح ظريف حد ينام 5 ايام ورا بعض يا ناس، العيال دول هيجننوني. احنا النهارده قدام قضيه كبيره جدا بنحاسب فيها 2 حكمت المحكمه على ماما حياه السجن 10 سنوات. محكمه فجاه دخل البوليس في الحلم وفرد اكلته منها. ايه اللي هيحصل؟ هنموت طبعا.